طلبتي الأعزاء، زملائي الكرام، مشاهدي هذه القناة في كل مكان، تحية طيبة وبعد. أقدم لكم الحلقة الرابعة من سلسلة سوسيولوجيا التنظيمات في حلقات. هذه الحلقة الرابعة هي من جنس الحلقات الثلاث السابقة، لأنها تندرج في إطار انشغالات إبيستيمولوجيا المنهج، إبيستيمولوجيا لا ميثود طبعا، الخاصة بسوسيولوجيا التنظيمات. اخترنا لها عنوان الآثار الجانبية للفعل المنظم، les effets pervers de l'action collective. المنظم الجماعي، احنا هضرنا على أن الفعل الجماعي هو فعل يشتمل على قدر معين من التنظيم، ولا يمكن أن نتصور الفعل الجماعي بدون حد أدنى من la structuration, l'organisation ديال هذا الفعل، يعني البنيانة وتنظيم الفعل هي خاصية من خصائص الأفعال الجماعية، les actions collectives. إذن تعتبر هذه الحلقة كذلك حلقة مهمة في نظري، لأنها تدعونا إلى مراجعة تصور سادة في علم اجتماع التنظيم، علم اجتماع التنظيم. وهذا الفهم سادة بقراءة، أو سببه قراءة خاطئة لعبارة استعملها ميشيل كروزي وإيرال فريدبرغ في معلمتهما الفاعل والنسق، لاكتور لو سيستم. هذه العبارة هي العنوان الفرعي لهذا الكتاب، لي كونترينت دو لاكسيون كوليكتيف، إكراهات الفعل الجماعي. هذا العنوان فهم باعتبار أن هذه الإكراهات هي مجموع العوامل الخارجية والبنيوية التي تحدد فعل الفاعلين أو نشاطهم الجماعي. تحدده بعض الإكراهات الخارجية هي التي فهموا من خلالها هذه العبارة les contraintes، اعتبرها هي هذه الإكراهات والعوامل الخارجية التي تجثم أو تلقي بإكراهها على الفعل الجماعي. هذا الفهم في نظري خاطئ. les contraintes de l'action collective كتعني تكلفة الفعل الجماعي، أي بأي كلفة، بأي ضريبة، بأي ثمن نؤدي أو تكون هذه الأفعال الجماعية ممكنة، على حساب ماذا؟ فإكراهات الفعل المنظم هي ليست إكراهات ناجمة عن عوامل خارجية، بل هي في صلب التنظيم نفسه. لذلك اعتبرت المفهوم ديال لي زافي بيرفير، أي الآثار الجانبية، هي تدخل في صلب تعريف الفعل الجماعي باعتباره ليس فعلا تلقائيا. كل ما يميز أو كل الأفعال البشرية وكل الأنشطة البشرية غير الطبيعية تتميز بكونها تقترن بآثار جانبية، أي آثار غير مرتقبة للفعل. هذا المفهوم ديال الآثار الجانبية الذي نرجع به إلى الفعل المنظم نفسه، يكفي أن ننظم الفعل حتى تكون له آثار جانبية، لأن الفعل المنظم هو فعل ليس طبيعيا كما ورد في الحلقات السابقة. إذن ليزيفي بيرفير، الآثار الجانبية، ليست آثارا تعبر عن سوء فهم أو تعبر عن خصاص في الممارسة والتطبيق، يعني ليست آثار ديال خلل، تعبر عن خلل في العمل، ان ديسفونكسيونمون، نو. Ce sont des effets de système et d'organisation. بالنسبة لميشيل كروزي، وهذا هو المهم عند ميشيل كروزي وإيرال فريدبرغ في استعمالهم المفهوم الآثار الجانبية. هذا مفهوم قديم، ماشي مفهوم جابيه كروزي، ولكن كروزي أعطاه معنى جديدا، لأنه جعله أساسي، يعني في صلب التنظيم. بمجرد ما نوحد أفراد ونجعل أفعالهم تتجه نحو هدف مشترك، فإنها تقترن بالضرورة، هذا أمر لا يمكن تفاديه، بأثار جانبية. إذا الأثار الجانبية لا تتعلق بموضوع الفعل، وإنما بتنظيمه. فتنظيم الفعل يضيف إلى المشكلة التي يعالجها الأفراد الذين اجتمعوا لحل مشكلة ما في وضعية مخصوصة،
هاد الأفراد الطريقة التي ينظمون بها فعلهم تضيف للمشكلة بعدا آخر. لذلك مفهوم التنظيم مفهوم قوي في السوسيولوجيا لأنه مفهوم مفسر. فلا يكفي أن نستحضر المشكلة في حد ذاتها، وإنما يجب أن نضيف إليها إشكاليات متصلة بالتنظيم نفسه، بالأدوات التي ننظم بها فعلنا الجماعي. إذن التنظيم هو واسطة لا غنى عنها لحل المشاكل الجماعية، وهي تضيف إكراها جديدا على إكراه المشكلة التي عالجناها في البداية، أو التي يعني جعلنا أنفسنا أو وحدنا جهودنا من أجل حلها. إذن les effets pervers أو les effets contre-intuitifs اللي اعتبرهم مثلا روبرت كينغ ميرتون في 1936 باعتبارها لي كونسيكونس انتوندو دو لاكسيون، واعتبرها جاي رايت فوريستر باعتبارها لي زيفي كونتر انتويتيف. هاد لي زيفي كونتر انتويتيف اللي كانت وارده عند هاد وحاضره عند هاد المفكرين اصبحت او هاد السوسيولوجيين او فوريستر سيت ان غران تيوريسيان دي سيستيم في امريكان، كذلك روبرت كينغ ميرتون سيت ان غران سوسيولوج كيعرفوا الجميع. هاد الناس ملي استعملوا هاد الفعل او هاد المفهوم ديال لي زيفي كونتر انتويتيف عطاو هاد البعد، هاد البعد ديال ان ديسفونكسيونمون، خلل يرافق الافعال، في حين ميشيل كروزي يعتبره فعل يرافق اي تنظيم للفعل الجماعي، انه ان في كونستيتيوشنال اساسي ويدخل في صميم الافعال المنظمه. لذلك لا يمكن تعريف الفعل المنظم دون ان نحضر او دون ان نستحضر الآثار الجانبية للفعل المنظم لي زيفي بيرفير، لأن بها كنقيس مدى تباعد الأهداف، أي داك الهوة التي تفصل ما بين الأهداف والغايات التي نتوخاها والنتائج التي نحصل عليها. ليست دائما النتائج تتطابق مع الغايات والأهداف، لا يكفي أن تحصل لنا نوايا ومقاصد خيرة لكي تكون النتيجة خيرة. كم من مرة الإنسان كي ينوي أمور طيبة وأمور حسنة ولكن النتائج ديال الفعل ديالو كتكون سيئة. لماذا؟ لأن المشكلة لا توجد في مستوى طبيعة الدوافع والنوايا والمقاصد الفاعلين، وإنما في الأدوات التي تتوسط هذه الأهداف والغايات والنتائج الفعلية التي يحصل عليها الفاعلون عندما ينظمون فعلهم الجميع على نحو خاص. إذن هذه المسألة هي اللي خلت المثل المشهور يكون عنده جدوى وعنده فاعلية، هو الجحيم طريق إلى جهنم مفروشة بذوي النيات الحسنة. إذن المشكلة التي تواجه الفعل الجماعي لا تتعلق بنوايا الناس، وإنما تتعلق بهذه الأدوات التي تتوسط نوايانا والنتائج التي نتحصل عليها. وهذا الهوة أو هذا الديكالاج ما بين الغايات والأهداف من جهة والنتائج المحصلة عليها من جهة هي اللي كنسميوها لزفل بغفر، وهي مسألة كونستيتيوشنال في لزورغانيزاسيون. لا يمكن تعريف التنظيمات بدون أن نتوقف عند هذه الظاهرة المهمة. وبفهم ما يترتب عن تنظيم الأفعال الجماعية من آثار جانبية، قد نفهم مدى اقتراب المنظمات من طبيعة والتلقائية ومدى ابتعادها عن هذا الأمر. بهذا المعنى تعتبر سوسيولوجيا التنظيمات ثورة منهجية. لماذا ثورة منهجية؟ مثلا كلود ليفي ستروس عندما أراد أن يقترب من طبيعة الثقافة ذهب لدراسة مجتمعات بدائية، يعني اقترب من طبيعة الاجتماع البشري. وعندما أراد جون بياجي أن يعرف كيف تتشكل المعرفة درس سيكولوجيا الطفل.
لماذا؟ لأن الطفل هو أقرب كائن بشري إلى بداية تشكل المعرفة. لاحظوا معي سوسيولوجيا التنظيمات تقوم بالعكس. لكي تفهم طبيعة الاجتماع البشري تتوجه إلى حقول صناعية ارتفيسيال مبتكرة ومبنية من طرف الإنسان. ولكن ما الذي يساعده في فهم طبيعة الاجتماع البشري وقد التجأ إلى هذا النوع من الكيانات الاصطناعية اللي هي التنظيمات؟ هو الفاصلة ما بين النتائج والأهداف والغايات المسطرة، يعني لزفة بغبغ. فلذلك هذا الأثر الجانبية يتدخل في صميم الاستراتيجية العامة لسوسيولوجيا التنظيمات. الأمور تبدو ليست بديهية، ويجب على القارئ أن يتمعن في عبارات تستعمل من طرف مؤسسين ورواد سوسيولوجيا التنظيمات. الحلقة القادمة ترقبوها، دمتم بخير وإلى اللقاء.